خلينا هلا قبل بناء التشارتس نعمل امبورتينج لواحد من السلايزرز الموجودين. اي ثينك احنا جبناه. نعمل له امبورتينج get more visualize. بدي اجيب تشيك ليست سلايزر وهو واحد من السلايزرز المميز بعملية العرض وبتيح لي اتمنى ان يكون موجود تشيك ليست اللي هو تشيك ليست سلايزر. نعمل له اد onboarding. اوكي هلا صار موجود. بدي ابلش اختاره لهذا السلايزر واضيفه هون. اللي بدي احطه فيه هذا السلايزر طبعا حكينا انه هو واحد مميز من السلايزرز المميزين بعملية العرض واللي بيتيح لي فرصة انه انا اعرض فينا نقول ايمج في السلايزر. اول شي بدي اروح على الكاتيجوري. الكاتيجوري بدي احط فيها type of disasters اللي هو حيقسمها تمام نوع ديزاستر. كما احنا شايفين في عنا حوالي 6. في الفاليوز بدو يجيب لي الايفنت number of event او الافرج. خلينا نشتغل على الافرج في الفاليوز. اوكي وبدي في الايمج ملاحظين هاي هي الزيادة موضوع الايمج رح ياخد اليو ار ال على طول ويعرضهم كايمج. لاحظ انه هو هالقيت جاب الايمج لكل واحدة فيهم. كل واحدة فيهم لها ايمج خاص فيها فرح جابهم تمام. هلأ التعديلات اول شي خلينا نبلش نعدل. هون بدي بالهيدر اخليه اوف ما بدي هيدر اي واحد. نروح على الجنرال الكولومز خليهم 6 تمام. بلاحظ انه كلهم اجوا بنفس الناحية. خليني شوي اعدل في الويدث و ال بدي تخلينا نصغره شوي 12 مثلا والهاي نقول خليه 112 طب 100 تعديلات التشيكليت سايز تبعه خلي اعلى شوي. اوكي اوضح. الهايت والويدث خلينا نقول مثلا بدنا في الهايت 100 اوكي وفي الويدث خليها 15 اوكي الطف مظبوط. وبدي تشوف خصائص الايمج وين موجودين الايمج هيها. بدي الايمج تكون عندي سبلة 50 يصير 70 اوكي بهذا الشكل. هذا بالنسبة لهذا السلايزر الموجود عندي. بقدر اختار اي واحد فيهم واشتغل عليه تمام. هلا بدي اخذ الناحيه اليسار هون واضيف فيها شيب مختلف. بدي مشان اخلي كل شيب فيهم احاول افصله بالوسط كده
وعمل له كمان واحد مثله يكون نفس حجمه تحت منه على طول. بدي اخلي هذا اللون تبعه بدنا نختار له الفيل، بدي اعمل له فيل في الكلر. مثلا اخذ اول كلر اللي هو كلر العنوان احطه بهذا اللون، والثاني نفس الشيء اعطيه كلر العنوان الثاني اللي هو 2017 هذا الشكل. في الفيديو الجاي رح نشوف كيف شو البيانات اللي حنعبيها هون.